بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زميلاتي زملائي أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي عند غير المعتاد أن أهنئكم أنتم قبل إزدال الشكر لكم على تزكيتي من قبلكم. أهنئكم على شجاعتكم لتقبل ثقل تحمل ثقل هذه المسؤولية في هذا الظرف بالذات، وأنتم واعون كلكم بالصعاب التي تنتظرنا جميعا لبلوغ الهدف المنشود، ألا وهو إعطاء الكلمة، إرجاع الكلمة للشعب في تقرير مصيره، لأن اختيار أولي الأمر منا فذلك التجسيد واستكمال بناء الدولة التي سيتنعم فيها كل مواطن بحقوقه الكاملة وممارسة مواطنته كاملة دون أي قيد إلا ما يفرضه القانون، وهو ما نطلق عليه كلنا عبارة أو بالتعبير دولة الحق والقانون. كانوا الأسلاف ينددون ولا يمكن لأحد منا أن يشكك في عزيمتهم وصدقهم لبلوغ هذا الهدف، لكن النتيجة لم تكن في مستوى المضمون الأخلاقي والفقهي لهذه الكلمة، لعجز الكفاءات أو لنقص الإيرادات، هذا نخليه للتاريخ إذا سمحت. لهذا أشجعكم وأهنئكم على قبولكم تحمل مسؤولية استكمال بناء ما غرسوه أسلافنا في أول نوفمبر 1954. إن شاء الله أن نكون همزة الربط بين جيل الثورة والجيل الصاعد تاع الألفية 2، ونحن جيل كنا أشبال الاستقلال، وكنا الجيل اللي يضمن يعني تمرير الرسالة الثورية، الرسالة الثورية بالمعنى العميق اللي تتضمنه
تصريح أول نوفمبر 1954، واللي يبقى مرجعيتنا الخالدة، مرجعيتنا الخالدة كلنا، لأننا هذا هو الحزب نتاعنا، كلنا ننتمي لهذا الحزب، ولهذا كلنا هنا لا أحد منا لا أحد يملك بطاقة حزب معين، لأن هذا هو الحزب المشترك للشعب كامل، وهو الحزب اللي يتضمن في طية برنامجه كل طموحات الشعب بما فيها الروحية الأخلاقية المادية. ولهذا إخواني أوصل إلى ما كان ينبغي أن نبتدأ به، وهو الشكر لكم، شكر لكم على تزكية العبد الضعيف الذي كرس حياته كاملة لتجسيد هذا المبدأ تاع المساواة بين المواطنين وبين الأمة وبين بين أعضاء الأمة وبين كامل أفراد الشعب. لكن المسار بعد السنوات الطويلة أرى اليوم بأن رانا في نقطة الانطلاق الحقيقي، والمشوار الذي ينتظرنا هو في نفس الوقت تكليل لكل ما قاموا به الأسلاف، وتجسيد حلمنا نحن، ونحمد الله لأتحنا الفرصة وعطانا القوة العقلية والبدنية وبقانا على قيد الحياة حتى نحضر لتسليم المشعل إن شاء الله للجيل الجديد، ونتنعم إن شاء الله في رحاب الدولة الجديدة ليقودها هذا الجيل الجديد. كنت قلت للشاب، قلت له اليوم أنت سلمت لي، نتمنى إن شاء الله نحضر إلى الجيل يسلم المشعل إلى الجيل الجديد إن شاء الله. وهذا يعني يخليني مرتاح، لأن كنت حاسب واحد الثقل قبل ما ندخل هنا للقاعة. كي دخلت للقاعة هكذا شوف الوجوه، الله يبارك، كامل اللي معروف في الجامعة بالسمعة نتاعو، اللي معروف في 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 المنظمات المهنية، اللي معروف بالمؤلفات نتاعو، ولكن كلنا نمتازوا بسيمة واحدة رابطة عليها، حب هذه الجزائر، حب هذه الجزائر. وبالتالي إخواني أخواتي الأعزاء، الأمانة اللي بين يدينا اليوم، الأمانة اللي بين يدينا اليوم هي تجسيد المطلب الرئيسي للشعب، وهي حرية اختيار من يمثله على أعلى هرم السلطة وليكون هو ولي أمرنا. المسار صعيب، لأن الهيئة نتاعنا كما تعلمون ستتكفل بما كانت تقوم به ربع وزارات، بما كانت تقوم به وزارة الداخلية، وبما كانت تقوم به وزارة العدل، وبما كانت تقوم به وزارة الخارجية، وبما كان يقوم به مجلس الدستوري. كل ذلك أصبح على عاتقكم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا، وأن نستفيد من تجربة الحوار المثمر والبناء والصادق التي قام به تحت رئاسة الأخ الكريم، واسمه كريم يدل على الاسم على مسمى كريم يونس، و
نخرج من منطق الحوار في عملنا إلى منطق المداولة، إلى منطق المداولة، لأن المداولة تتطلب انطلاقا الاشتراك في الهدف ووصولا تجسيد الغاية من ناحية المادية والقانونية والفقهية. شكرا لكم إخواني، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، يعني دركا نرفعوا مع الجلسة رسميا يعني تاع الاختيار لانتخاب رئيس اللجنة، لكن نبقى مع بعض حتى نتشاوروا على المراحل القادمة هذه، وكيف ننظم أنفسنا إن شاء الله. صح، الجلسة رفعت.